اشكرك والله ان انتوا فاكرين الست نادية لطفي، ده الحقيقه واحده من رموز الفن المصري والسينما المصريه. ناس كانت ست جميله الحقيقه. ناس كتيره قوي استاذ ايمن ما يعرفوش ان اسمها اسمي بولا، ويعني كلمنا عن القصه دي وبدايه علاقتك مع الاستاذه ناديه لطفي، لان ليها تجربه كده وليها قصه مختلفه لتسجيل المذكرات. حضرتك قعدت معاها ساعات وايام طويله، وكان في تجربه لطيفه تجربه لطيفه جدا في انها توافق انها تسجل مذكراتها. يعني نادية لطفي الحقيقه كان يعني كان يوم 3 يناير ده كنا بنعتبره يعني راس السنه بتاعتنا، ده الاحتفال. فكان كل نجوم الفن المصري بيتجمعوا عند الست بولا. انا عايز اقول لك كان يعني هي برج الجدي، وكانت اغلب ضيوفها او يعني صديقاتها برضو برج الجدي. انا عايز اقول لك الفنانه الهام شاهين كانت صديقتها جدا، والهام شاهين مواليد 3 يناير النهارده، يعني برضه عيد ميلادها. فكانت بتسيب عيد ميلادها وتيجي تحتفل مع نادية لطفي. الله يرحمه كان الاستاذ سمير صبري، دلال عبد العزيز. فكانت هي كنا بنسميها زعيمه برج الجدي، وانا كمان برج الجدي، فكنا بنحتفل عندها يعني بهذا البرج. يعني البرج كله يعني ابداع، يعني كل مواليد برج الجدي مبدعين يعني. والله الله اعلم، بس هي كانت الحقيقه هي يعني فست بولا كانت شخصيه جميله جدا. وانا يعني اول حاجه كنت يعني سالتها، انا طبعا عرفتها يمكن يعني 99 2000 وقعدت معاها لغايه اخر وقت. والحقيقه اختارتني اكتب مذكراتها، والحقيقه ده كان شرف ليا، لان هي كانت تعرف اسماء كبيره وقامات كبيره من الكتاب والصحفيين. فالحقيقه يعني قعدت جنبها، يعني قعدت نكتب في المذكرات دي عايز اقول لك حوالي 20 سنه. وانا كنت مستمتع بالصحبه، يعني احنا انا قلت لها عايزين اكتب مذكراتك من خلال المعايشه، يعني يعني ان انا اعرفك كويس عشان اكتب عنك يعني. فالحقيقه كان ليا حظ ان انا اعرفها عن قرب. بولا محمد شفيق طبعا يعني ناس كتير تستغرب من الاسم،